اول وصفه هنعملها النهارده هنعمل كبسه بالكاري، نوع من انواع الكبسه السعودي، حلوه جدا، بسيطه وسهله، بتعتمد زي كل انواع الكبسه على البهارات اللي فيها، وبتعتمد كمان ان نوع الكاري يكون من نوع كويس. بليز ما تختاروش كاري يكون فيه حلبه، لان الكاري اللي فيه حلبه بيغير ريحه وطعم الاكل، اختاروا دايما كاري من غير حلبه. هنقول بقى المقادير بتاعتنا بتاعت الوصفه. بالنسبه للفراخ هستعمل فرخه كامله، يعني خليها متوسطه لكبيره شويه، هقطعها اربعه، هتبلها بملح وفلفل، معلقتين كبار كاري، بودره طبعا، معلقه بابريكا، عصير ليمونه، خمس معالق كبيره زيت زيتون، وثلاث فصوص ثوم. من تاني هقول تتبيله الفراخ، الفرخه كامله هستعملها ملح وفلفل، معلقتين كبار كاري باودر، معلقه بابريكا، عصير ليمونه، خمس معالق كبيره زيت زيتون، وثلاث فصوص ثوم. الفرخه بتتبل لو سبتيها من قبلها بيوم يبقى افضل كمان. مقادير الرز بقى بتاعتي، هستعمل كوبايه ونص رز بسمتي ابيض مش ذهبي، هستعمل بصلتين، جزرتين مبشورين، طماطميتين مبشورين برضو، معلقتين صلصه طماطم، كوبايه بسله مجمده. ليه مجمده؟ عشان تستوي معايا بسرعه، ما الاقيش البسله في محتاجه سلق، فالمجمده بتشتغل معايا على طول، مجرد ان انا بشوحها ومع سوى الرز بتستوي معايا. هستعمل جزره متقطعه مكعبات، هستعمل معلقه كبيره جنزبيل مبشور، اربع فصوص ثوم، هستعمل بهارات كامله عباره عن اربع فصوص حبهان واربعه كزبره، عود قرفه، اربع خمس حبات قرنفل كامل برضو، ورقتين لورا، هستعمل نص معلقه شطه وحبتين لومي ومعلقتين كاري. خلاص، ثلاث كوبايات مرقه فراخ، شوربه فراخ، زيت وملح. هقول تاني المقادير بتاعتي بتاعت الرز، كوبايه ونص رز بسمتي ابيض، هنقعه ربع ساعه قبل ما اشتغل بيه، بصلتين مبشورين يتبشروا ناعم، جزرتين مبشورين، طماطميتين مبشورين، معلقتين صلصه طماطم، كوبايه بسله مجمده، جزرايه متقطعه مكعبات، معلقه كبيره جنزبيل مبشور، جنزبيل فريش لو ما فيش هتستعملي 3/4 معلقه جنزبيل باودر، اربع فصوص ثوم، وهستعمل بهارات كامله، الحبهان والكزبره والقرفه والقرنفل، ورق اللورا واللومي والشطه كمان، لو عندك شطه كامله هتبقى حلوه، ما عندكيش ممكن تحمري قرن فلفل شطه كمان مع الخضار اللي هنحمرها. وهستعمل معلقتين كاري، 3 كوبايات شوربه فراخ، وزيت وملح. اول حاجه هعمل تتبيله الفراخ. الفراخ حاولي تلعكيها بالتتبيله بتاعتها علشان تدخل جواها، وزي ما قلنا لو انت تقدري تسيبيها في الثلاجه من قبلها بيوم اوكي، بس على الاقل ساعتين ثلاثه. وبعد كده اهو ادي الفراخ هحطها، البابريكا هتديها لون حلو، وانت بتشتري البابريكا دي مش حراقه، البابريكا دي عباره عن فلفل رومي اللي هو القرنقوطي مجفف ومطحون، اختاريها مدخنه، قولي له انا عايزاها مدخنه علشان تدي فليفر حلو، مذاق حلو كده للاكل، وبتدي لون طبعا فظيع. ادي البابريكا، وادي الكاري، وادي الثوم، والليمون، هستعمل زيت زيتون كمان، حوالي 3/4 معالق، وملح وفلفل. وبعد كده اهو بعد ما تتبل الفراخ كويس هروح حطها في صينيه واغطيها وادخلها الفرن حوالي ساعه لغايه ما تستوي. بعد ما تستوي هكشفها بحيث تاخد لون احمر حلو. خلاص انا بدلكها بالبهارات كويس عشان ايه تاخدها جواها، مش هشيل الجلد من عليها، بيديلي شكل حلو للفراخ بعد ما تستوي. بعد كده ساعه الاكل انت ممكن تشيل الجلد مش مشكله، بس زي ما قلنا هغطيها وادخلها في صينيه الفرن لغايه لما، او طاجن زي ما انت عايزه، لغايه لما تستوي، بعد كده بكشفها تتحمر. ممكن يا احمد نوريهم بس لونها هيبقى ازاي. دي الفراخ زي ما قلت لكم بتتبلوها، بتقعد فتره قدر الامكان، وهات لنا المستويه في الفرن، احنا سوينا لكم في الفرن طبعا عشان هي هتاخد وقت. هاجي احط كده، هتحطيها الفرن، هتحطي معاها يعني نص كوبايه ميه مش اكتر من كده. بصوا ده شكلها بعد ما تطلع من الفرن، ميرسي يا احمد، ده شكلها بعد ما بتطلع من الفرن، اللون الاحمر الحلو ده جاي من الكاري ومن البابريكا، وكده اهو على جنب. طبعا وهي بتستوي في الفرن هتعملي رز الكبسه نفسه. هنعمل مع بعض دلوقتي الرز بتاعنا، بستعمل لها زيت ما بستعملش سمنه فيها، هحط شويه زيت
وهاجي اول حاجه البهارات السليمه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، بحط البهارات وبخليها على النار تتشوح لغايه لما ايه، دقيقه، هي مجرد دقيقه، ريحتها تبتدي تطلع. ما تحرقيهاش، خدي بالك هي دقيقه، لانها يعني شوفوا لو انتوا شامين الريحه، ريحه القرفه بالذات ابتدت تطلع جامد اهي، وابتدت تطقطق. هروح حاطه الجنزبيل والثوم برده دقيقه عشان ممكن يتحرقوا بسهوله. الجنزبيل والثوم، وادي شويه من الشطه. لو الكاري حرق ما تحطيش شطه، هيبقى هو خلاص كفايه. اهو ادي الجنزبيل والثوم، بصوا ابتدى اهو يبقى على بني. اروح حاطه البصل، انت ممكن تزودي في رز الكبسه شويه كركم كمان، بس هو الكاري برضو بيديها لون، عايزاها اصفر قوي ممكن تحطي رشه كركم، بس اللون الطبيعي بتاعها بيبقى احلى، بس في ناس انا عارفه انها بتحبها صفر قوي. بصوا ادي، عشان كده البصل زي ما قلت لكم لازم يبقى مبشور ناعم، لان انا ما بحمروش كتير، انا ما بخليهوش يتحمر كتير على النار، هي دقيقتين. يبقى بحط البهارات دقيقه، بعد كده الثوم والجنزبيل دقيقه، احط البصل هو دقيقتين، البسله، وزي ما قلنا البسله مجمده عشان تستوي معايا بسهوله، لو هي فريش مش هتستوي. وادي الجزر، المكعبات، في جزر مكعبات في الوصفه وفي جزر مبشور زي ما قلنا في المقادير، برضو الجزر والبسله دقيقتين، لان هما هياخدوا سوا الرز بعد كده. هزود شويه زيت صغننين وعلى نار حاميه. ام هبه، الو الو، ام هبه اذا التليفون وقع مننا، معلش كلمينا تاني. ادي قلبناها نار حاميه، عشان كده انا بقلب على طول علشان ما يلسعش معاكي. بعد كده اهو هحط الطماطم اللي احنا بشرينها. الطماطم يا بتبشريها يا بتضربيها في الكبه او الكيتشن ماشين من غير اي سوائل. وادي الصلصه والجزر المبشور بقى والكاري. ما بخليهمش يتسبكوا لان الصلصه كافيه يعني، بس بخليهم يشكشكوا كده شويه على النار. هحط الملح والفلفل. يا مهبه، ام هبه، الو، التليفون برضو مش سامعينه، معلش معلش احنا تعبينك معانا. وهحط شويه فلفل اسود. بصوا احس ان هي بتشكشك كويس اهي، بتغلي يعني جامد كده اهو. هروح مصفيه الرز. الرز خدوا بالكم بدل ما نقعته ما تقلبيهوش مع الحاجه، والا هيتكسر معاكي. والرز البسمتي الابيض بالذات ديليكات قوي يعني، هش قوي، بيتكسر بسهوله، فخدي بالك من النقطه دي علشان ما يبص معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الشوربه بتاعتي. ميرسي يا احمد. المرقه تغلي حصقه الرز، وطبعا اول 5 دقايق بيبقى على نار عاليه ومتغطي. وانس انه ابتدى يشرب السوائل بتاعته هروح مغطيه على اوطى حاجه واسيبه حوالي تلت ساعه علشان يستوي. رز البسمتي الابيض زي ما اتعودنا ما بيتقلبش كتير، هي تقليبه واحده طول الطبخ، مره واحده وبشوكه علشان اقلب الهواء فيه، لكن لو انا قلبته على طول وبالسباتشولا كده او بمعلقه برده هيتكسر معاكي، فخدي بالك كويس قوي من النقطه دي. مدام سهام، الو، صباح الخير. صباح النور، ازيك يا مدام ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه حبيبه قلبي. لو سمحتي عايزه صينيه البطاطا.
عينيا احنا عملناها الاسبوع اللي فات، بس اقول لك عملناها بطريقه سهله قوي. صينيه سيفه كنت مسافره. عينيا الاثنين، هقول لك على صينيه البطاطس. طب شكرا. العفو حبيبه قلبي. اهو ابتدت الشوربه تغلي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط الرز وزي ما قلت لكم هغطيه لغايه حوالي 5 6 دقائق يبتدي يشرب كويس. ادي ادي التقليبه، وبعد كده لما يستوي هيتقلب مره لغايه لما يخش يعني يبتدي يشرب السوائل كويس، هروح موطيه عليه لغايه اوطى حاجه واسيبه يستوي براحته.